ناهد شريف كما لم تعرفها من قبل تزوجت من مسيحي وتعرت لتنفق على شقيقتها المشلولة. ناهد شريف عنوان ورمز الإغراء في السينما المصرية على مدى التاريخ، مستغلة ملامحها المصرية الجذابة وجمالها وصوتها المليء بالإثارة، نجحت من خلال ده إنها تحتل مكانة بين نجمات السينما المصرية. وبعدما سبقت كل زميلاتها اللواتي وضعن لأنفسهن خطوطا حمراء تجاوزتها هي بمراحل، نجمة الإغراء مرت منذ نعومة أظافرها بظروف حياتية بالغة القسوة، وعاشت يتيمة الأبوين، وما إن بدأت الحياة تبتسم لها ببزوغ نجمها سريعا حتى أخذتها لدوامة مرة أخرى لينطفئ نجمها سريعا. ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. سؤالنا اليوم: من هو الفنان الملقب بالزعيم؟ عادل إمام، عادل شكل، عادل أدهم؟ جاوب في التعليقات والإجابة آخر الفيديو. مرحبا بكم من جديد. ولدت سميحة محمد زكي نيال في 1 يناير عام 42 بالإسكندرية، هي الابنة الوسطى بين 3 فتيات. انتقلت مع عائلتها إلى القاهرة في حي الزمالك والتحقت بمدرسة ليسييه الفرنسية، ولكن سرعان ما تغيرت الحياة الهانئة إلى أخرى شديدة القسوة، وبدأ ذلك بإصابة شقيقتها الصغرى بمرض شلل الأطفال، وكادت أن تصاب به هي الأخرى لولا أن تم علاجها مبكراً. وعلى أثر ذلك ظلت تواجه صعوبة في تحريك يدها اليسرى. صدمة جديدة تلقتها مع رحيل والدتها يوم زفاف شقيقتها الكبرى إيناس، وكان عمرها وقتها 8 سنوات، وأصبح اليتم والحزن جزء من حياتها رغم محاولات والدها ضابط الشرطة تعويضها عن هذا الحرمان، لكنه زاد من عزلتها بعدما فرض عليها قيوداً كثيرة، إلا أن الأقدار لم تسعفه أيضاً ليرى ابنته تكبر، حيث رحل هو الآخر وعمرها لا يتجاوز 14 عام. سميحة كانت تحلم أن تصبح مطربة مشهورة، واختارت لنفسها اسم ناهد شريف، وأرادت صديقة العائلة الفنانة زبيدة ثروت أن تخرجها من اكتئابها، وحاولت أن تدخلها إلى الوسط الفني، وبالفعل بدأت حياتها الفنية بتعرفها على مدير التصوير وحيد فريد، واللي قدمها للفنان عبد السلام النابلسي، ومنحها دور صغير في فيلم حبيب حياتي سنة 1958، وكان من إخراج نيازي مصطفى. المخرج والمنتج والمؤلف حسين حلمي المهندس يعتبر مكتشفها الحقيقي بعدما قابلته وأعطاها دور في فيلم تحت سماء المدينة سنة 1961 من إخراجه وتأليفه وبطولة كمال الشناوي وإيمان، ثم دور أكبر في فيلم أم مخلب القط في نفس العام، وكان أول دور بطولة لها في فيلم أنا وبناتي عام 1961 مع صلاح ذو الفقار وزكي رستم. خجلها الشديد كان سبب تأخر نجوميتها في السينما، وبدأت حياتهم الفنية بأدوار الفتاة البريئة المغلوبة على أمرها والطالبة اللي بتقع في حب البطل واللي بيقوم بخدعها، وقدمت الشخصية دي في أفلام أنا وبناتي وبيت الطالبات والتلاتة يحبونها. ولكن سرعان ما تمردت على اختيارات المخرجين لها ووضعها في هذا القالب، وقررت استخدام جمالها وملامحها المثيرة في تقديم أدوار الإغراء. حدث تغيير كلي لأدوارها بداية من فيلم شهر عسل بدون إزعاج سنة 1968. الفيلم ده حقق نجاح كبير، وقدم أحد أعضاء مجلس الشعب استجواب لوزير الثقافة لظهورها شبه عارية على أفيش الفيلم، فأمر الوزير بتغطية جسد ناهد شريف. بعد هزيمة سنة 1967 عانت السينما المصرية من حالة ركود، وكانت الهجرة الجماعية لكل العاملين في الصناعة اللي وجدوا في استوديوهات بيروت ودمشق واسطنبول ملاذاً، وقدموا عشرات الأفلام غالبيتها كان مستواها رديء، وأجبرتهم ضروريات الحياة على تقبل النوعية دي بدل من البطالة، ومن بينهم كانت ناهد شريف، خاصة إنها كانت العائل الوحيد لشقيقتها اللي كانت تعاني من شلل الأطفال وتحتاج إلى رعاية ونفقات دايمة، ولم تكن من النوع الذي يتاجر بمأساته أو يشكو حاله لينال عطف وتعاطف الآخرين. عملت ناهد في السينما اللبنانية، وكانت أول ممثلة مصرية تظهر أمام كاميرا سينمائية عارية تماماً في فيلم ذئاب لا تأكل اللحم إنتاج لبناني عام 1973، وشاركها بطولته من مصر عزة العليلي ومحسن سرحان، ومن الكويت محمد المنصور وخالد السقعبي وعلي المفيدي، ومن لبنان سيلفانا بدرخان وإيمان، ومن إخراج سمير خوري. تم تصوير مشاهده بالكامل في الكويت، وذيل الأفيش بعبارة شردته حروب الإبادة خانته امرأة فتحول ذئبا، وكثيرون اعتبروا العمل من الأفلام الإباحية وتم منعه من العرض. وكمان كان فيلم تحت سماء المدينة سنة 1961 سبباً في تغيير مسار مشوارها الفني،
كانت أيضاً سبب في تغيير حياتها بعد تعاونها مع المخرج حسين حلمي المهندس من خلال الفيلم عرض عليها الزواج. ورغم فارق السن بينهم كان 20 عام، قبلت ناهد شريف وتجوزته وكان وقتها عندها 18 سنة، وده أحدث لها نقلة اجتماعية وفنية وقدمها في عدة أفلام. وبدأت في نفس عام الزواج من خلال فيلم عاصفة من الحب أمام الممثل صلاح ذو الفقار، ولكنها انفصلت عنه دون كشف للأسباب. أما عن المرض والرحيل، سنة 1979 وهي في قمة شهرتها علمت خبر إصابتها بسرطان الثدي، وفي الفترة دي زوجها تخلى عنها وتركها في لبنان وحيدة، فاضطرت لقطع فترة علاجها لتعود للقاهرة بعد أن نفذت النفقات اللازمة للإقامة. وافق أن تتحمل الدولة تكاليف العلاج وسافرت ناهد إلى السويد ونجحت العملية. عادت للقاهرة لتمارس حياتها بصورة طبيعية، ولكن السرطان هاجم جسدها من جديد، والأطباء أبلغوها بضرورة إجراء جراحة في لندن، فاضطرت للعمل وتكثيف نشاطها من أجل استكمال رحلة العلاج. وعندما سافرت طلبت من زوجها مرافقتها، إلا أنه استغل مرضها في جميع المساعدات المالية بحجة علاجها. وقبل رحيلها بأربع شهور نشرت مجلة آخر ساعة في 14 ديسمبر 1980 تقرير تحت عنوان مأساة ناهد شريف، وجي فيه إنها بتعيش وحيدة وسط الدموع والوحدة في فراش المرض في لندن. وده جي بعد لجأة السفارة المصرية هناك ليساعدها السفير حسن أبو سعدة وتحصل على الطلاق من زوجها اللبناني. ووفرت السفارة لها شقة بميدان ميدل سكس في لبنان. وبعد قضائها أربع شهور في العلاج رأى الأطباء عودتها للقاهرة قد تفيد حالتها النفسية، وخاصة مع التأكد من استحالة شفائها. وبالفعل وأكملت دورها في فيلم مرسي فوق مرسي تحت، لكنها لم تستطيع إكمال الدوبلاج واشتد عليها المرض ودخلت مستشفى المعادي لسحب كمية المياه الكبيرة اللي تراكمت في منطقة البطن، حتى رحلت روحها في 7 إبريل سنة 1981 وهي لم تتعدى 43 سنة، بعد معاناة مع السرطان لمدة 5 سنوات. كانت آخر منظرها قبل رحلها بيومين الفنانة نادية لطفي وزوجها السابق كمال الشناوي، وكتبت وصيتها بأن تتولى شقيقة الكبرى تربية ابنتها التي كانت وقتها في الرابعة من عمرها، وأوصتهما بإجراء جنازة في أضيق الحدود، وهو ما تم بالفعل. في حديث صحفي نقلته جريدة الأنباء الكويتية للشناوي روى تفاصيل اللقاء الأخير، ذهبت لكي أجد نهاية ناهد، فكانت إنسانة غريبة جدا هزلها المرض واستفحل لدرجة أنه أكلها، وبكيت تحت قدميها كبكاء طفل شعر بفراق أمه، وسأظل أذكرها وأشعر أنني أفتقد أجمل مكان في حياتي. مشوار فن كبير قطعته ناهد شريف خلال 20 سنة قدمت خلاله أكثر من 100 عمل، معظمها أدوار إغراء ظهرت أحدها عارية تماماً. ويفسر تهورها الفني ما عانت منه من قسوة الحياة منذ طفولتها حتى رحلت عن عالمنا متأثرة بداء السرطان اللعين. من هو الملقب بالزعيم؟ هو عادل إمام. لا تنسوا مشاهدينا الكرام مشاركة آرائكم معنا في التعليقات حول هذا الفيديو، ولا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد.